لو جيت حضرتك تقيم هذا الموسم أو الموسم اللي فات في كرة القدم بالنسبة لقطاع كرة القدم في نادي سموحة، كيف يقيم رئيس النادي سموحة هذا الموسم؟ جيد جدا جيد جدا. أولا احنا تاني أقل فرقة، يعني لو جيت من تحت احنا يعني احنا تاني أقل فرقة من حيث الصرف، واحنا وصلنا ان احنا في المربع الذهبي، وانا تقييمي انا التالت، انا مش الرابع، لان انا ما بعترفش بالمباراه الاخيره، لان المباراه الاخيره دي بفعل فاعل تعادلت مع ناشئي المقصه، خدت بسيتك بفعل فاعل عشان ابقى ايه تحت بيراميدز اللي هو صارف مليارات يعني. لكن احنا بمجموعه شباب صغيرين في السن وكانوا مش معروفين، ومنهم ناشئين من ناشئي النادي الاهلي طبعا كذا ناشئ، وما كانش حد يعرف الناس دي يعني، لكن ظهروا بصورة جامدة جدا. ويمكن أنا جبت أهداف، أنا كنت تالت فرقة في التهديف بعد الأهلي والزمالك، كنت قريب قوي من الأهداف اللي جابها الأهلي والزمالك، وعملت مباريات جامدة جدا وتعادلت 17 مباراة منهم 8 مثلا، 8 من وجهة نظري إن شابهم ظلم تحكيمي، يعني قد يكون في أغلب الأحوال طبعا مش مقصود يعني، لكن هو حصل ظلم تحكيمي. فطبعا النتائج دي طبعا تعتبر حاجة جميلة قوي لما انت بتنافس الأهلي والزمالك. دول حضرتك، انت مش بتنافس أندية، انت بتنافس دول، وانت بملاليم يعني، ونادي بمليارات كمان اكتر من الأهلي واكتر من الزمالك اللي هو بيراميدز، يبقى انت يعني عايز ايه بقى؟ فحاجه يعني. عشان كده حضراتكم النهارده ارسلتوا خطاب للاتحاد المصري تطالب باللعب في البطوله العربيه. انا ما زلت لغايه دلوقتي بجتهد ان انا بحفظ حقي في الكونفدراليه وعامل كل الاجراءات و و و مهما وصلت، لكن برضو انا طبعا لازم العب البطوله العربيه، لان انا قبل كده كنت في المربع الذهبي واتفاجئت ان اتحاد الكوره واخد الثامن وال12 يلعبوا بالبطوله العربيه. زي ما انا دلوقتي في المربع الذهبي واخد فرقه الخامس بيلعبوا في البطوله الكونفدراليه. طبعا فاحنا يعني دايما انا حاسس ان احنا منداس علينا من اتحاد الكوره. وبرضو التحكيم يعني جاي علينا بشكل كبير. انا انت ناشط جدا على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبتكتب رايك اول باول. يعني اول لما بتلاقي غلط في حاجه او من وجهه نظرك يعني بتلاقي حاجه غلط تكتبها على طول. هل شايف ان ده مفيد؟ انا خدوني من اكتر الناس المؤثرين في الشرق الاوسط من السوشيال ميديا، ومفروض رايح اتكرم في دبي لهذه المناسبه، وبرده من اكتر المواقع الشخصيه تاثيرا في الراي الرياضي في مصر. او الاكثر من اكثر الاكثر اكثر اكثر متابعه. انا مش بعمل كده عشان اقول كده، انا بعمل كده لاني زي ما حضرتك بتقول انا عندي قدر كبير جدا من الشفافيه، وعندي قدر كبير جدا من الصراحه، واوقات كتيره بتبقى هتنفجر. فاسلوبي الوحيد ان انا بقول بكتب هذا الكلام، لكن بكتب برضو الكلام ده بدون يعني، انا ما بغلطش في حد. انا بتعامل مع حدث. انا راجل مصري وطني ملتزم، لكن انا بتعامل مع حدث. والحمد لله بيبقى في استجابه. على الاقل ان انت بتنبه، وعلى الاقل ان الواحد بيقول كلام، وبعد سنه وبعد سنتين بيطلع ان كلامي صح. يعني قاعد اقول التحكيم التحكيم التحكيم، فين بقى فين الحكام المصريين في البطولات الدوليه؟ فين الحكام المصريين في نهائيات كاس العالم ولا كاس افريقيا ولا ولا ولا؟ فين هم؟ ده في ناس بتبقى رايحه كاس العالم بيشيلوها من كاس العالم نتيجه لايه؟ تراجعوا مستواها. ولما يتراجع مستوى التحكيم او يتراجع ميزان العدل في كره القدم تختل الامور. طبعا الدنيا تختل. طب انا يعني بجتهد وبعمل فرقه وبجيب مدرب تصرف عشان ايه؟ عشان اخد حقي. انا مش عايز الا حقي. انا مش عايز الا حقي. فانت لما يعتدى عليك في حقك اقل كلام انك تعبر. تعبر تقول. طبعا هو لا حياه لمن تنادي، وانا مبسوط قوي ان جت لجنه اللي هي لجنه رابطه الانديه طبعا.